تشكيو في الباجاج يلقاو باقي باجاج ناقصه، ما مش الديوانه، مش اعوان الديوانه اللي تسرق، هما البيرسونيل اللي يفرغ الفليجات من الطياره ويهزوا ويهبطوا من الطياره ويمشي للباجاج دون لايروبور. عندك نتصور عندك نستايش برا، اي شنو رايهم في الحكايه هذه؟ حكايه سي دوماج باسكو يا دي بيك بوكيت دي بيك فاليز كوا يحكيو. اي شو يقولوا كي جاو شنو يحكيو لكم بالضبط؟ فليجه تبدا سوفون ناقصه، تنقص شويه شوكولاته شويه حاجه هكاك يحلوا فليجات. مدام خلنا نسالك، ماهيش ديوانه اللي تحل، ماهوش عوان ديوانه اللي يحلوا، هو البيرسونيل اللي يفرغ الفليجات من الطياره ويهز دخلها المطار. بيقولي هكا مدام حنزيد نسالك ما اعمق من هكايا، المواطنين بالخارج اللي جاو ويحكيو على الحكاية هذه باغ اكزومبل، شنو هو الحاجات اللي تهزوا لهم اللي باليز نتاعهم؟ شوكولا دي تخيك كوم سا كوا، يتغشوا شويه ومن بعد؟ ومن بعد سافي بارتي دو تونيزي. شنو رسالتك اليوم تحب تقولها للناس اللي قاعد تسمع فيك؟ ابتسم انها تونس تشيز. صارت لي قبل وانا مروح على البطو، فهمتني؟ فليجة كاملة ضاعت، كي مشيت للعوان ديوانة قالوا لي أرجع غدوة. باهي أنا مثلا قريب تو من سليمان، من حلق الواد روحت لسليمان والعائلة تستنى وفي الدبش وكذا اللي موجود، عديت والفليجة هذيك بقات. كي رجعت نلقى الشارع ما فماش، شطر الدبش اللي فيها ما فماش، شكون نحاسب؟ قالوا لي احنا ما عندنا حتى مسؤولية، الديوانة. شكيت ولا ما شكيتش؟ قال لك شنو باش نعمل؟ اكتب ورقه واكتب لنا شنو الحاجات اللي ما لقيتهاش في الفليجه. كتبت لليوم اكثر من 10 سنين ما فما حد شيء. لا جاك حد، لا كلمك حد، لا اعتذر لك حد، لا حد شيء. شنو رايك في القرار اللي اخذته الديوانه تويكا؟ انا نتصور انه قرار انا نتصور انه ماهوش واقعي. كي نتصل بعوان ديوانه ايش باش يعملوا لي؟ فهمتني؟ يلزم الحاجه ما تصيرش من قبل. يلزم العمليه نتاع السرقه ولا اونت بارونتيز فقدان الادباش نتاع المواطن ما تصيرش. حسب رايك انت شنو هو الحل؟ كيفاش يلزم يكون الحل من وجهه نظرك انت كمواطن وكانك انت تسافر؟ اكثر يلزم الحاجه الاولى الخدامه اللي يخدموا يكونوا كاليفيه ويكثروا من السيرفايونس، فهمتني؟ لي كاميرا سبيسيالمون نتاع السيرفايونس، فهمت؟ والناس يكونوا كاليفيه، الناس يكونوا معناها نيفو طالع شويه باش ما يتجرأش انه يمس حاجه نتاع الناس، فهمتني؟ خاطر واحد يعلم به ربي، وانا واحد من الناس نبدا بتعدي مثلا في الديوانه نحل منهم مدام نتفكرها كيما تويكا قالت لي ما عنديش باي في الشوكولاته، فهمتني؟ فاش خام يا اختي انا نعطي تجبرني ولا تحرجني اني يعني انا نمد لك شوكولاته، يعلم بها ربي اش تعبت عليها غادي وش عملت باش تحصلت عليها. تجي انت تقول لي وباي انا في الشوكولاته، بايك انت في راس شهر تخلص على روحك، فهمتي؟ بحكم خدمتك تفركسني تعمل واجبك كذا وفي راس شهر تخلص وتمشي تجري الشوكولاته، مش انا ماشي نتغرب ونتعب ويعلم بيا ربي باش نجيب شوكولاته لولدي ولا لجاري ولا لاي واحد، تجيني انت تقول لي اعطيني باي في الشوكولاته، انا ماهوش بروجرامي باش نجيب لك انت الشوكولاته دي. انت اليوم كمواطن تونسي شنو رسالتك في خصوص هالموضوع هذا؟ اكثر التزام من عوان الديوانه يخدموا بحرفية، وأنا كان نحب نعطيك حاجة نعطيك، أما باش حد يمس لي دبش راه ماهيش حاجة باهية حتى طرف، لا في وجوهكم أنتم كديوانة، لا في وجوهنا إحنا، لا في وجوه الناس الآخرين اللي جايين لتونس.